أطلق مجلس الدولة منظومة القضاء الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وهيئة مفوضي الدولة. وتأتي عملية التحول الرقمي كخطوة ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر في سرعة الفصل في القضايا. بالتزامن مع انطلاق التشغيل الفعلي لبرنامج التحول الرقمي والميكنة في التقاضي، جاء إطلاق منظومة القضاء الإلكتروني خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالقاهرة الجديدة. يأتي احتفالنا اليوم بافتتاح هذا المبنى متزامنا مع بدء التطبيق الفعلي للتحول الرقمي والميكنة في التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة، وما كان هذا النجاح غير المسبوق ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس الدولة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية. النقطة الجديدة في المبنى ده أنه كان أول مبنى مجهز بمتطلبات البنية التحتية للتحول الرقمي. المبنى فيه السيرفرات والتجهيزات اللي مرتبطة بالديوان العام وباقي فروع المجلس الدولة. المبنى الجديد يحقق مفهوم العدالة الرقمية باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائي وسرعة الفصل في القضايا وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع. المبنى مجهز بالكامل بشبكة مؤمنة ومركز بيانات رئيسي بالمبنى بيخدم أكتر من 1000 مستخدم مع كل معايير الجودة والأمان المتوفرة حاليا. مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة يضم عدد 32 دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري من إجمالي عدد دوائرها البالغ 122 دائرة على مستوى الجمهورية.